عليكم وشكرا، شكرا لكم اللي جيتوا لنا. الحضور ديالكم دليل على الاهتمام ديالكم بمهرجان بحال هذا. كيف ما قال لكم عبيد ولا امين، انا كنت في النسخ الاولى بلوتو في النسخه زيرو، واللي كنشوف بلي هذا الفيستيفال بدا في صالي الاعداد الفاسي في سونتر كولتوريل وصل المسرح محمد الخامس، والحمد لله كاع لي زيديسيون كيكونوا سولد اوت، فهذا دليل على الحلم ممكن يتحقق وممكن يكبر. والحمد لله دابا ولينا كنشوفوا الدعم ديال صاحب الجلاله الله يسلمو ولا ديال الوزاره، فهذا دليل على ان كاينه واحد الخدمه، خاص غير شويه ديال الثقه وخاص كلنا نكونوا في يد وحده، وان شاء الله هذا الفستيفال يكون شي حاجه كبر وكبر ان شاء الله. فريمون با او ديبو، مي اون سيتي فوالا، ملي بدات لا بروميير اديسيون شفنا داك الشيء كيفاش طلع، كيفاش سا كري، كيفاش سا دوني دو لومبلور، كيفاش الناس il y a un certain engouement autour du festival, et là on s'est dit il y a un truc, on tient un truc, et voilà. Mais tu m'as une vision très claire, c'est de rendre le festival international. Justement, la vision Hadi, c'est l'ouverture à l'Afrique, bien sûr. On sait très bien qu'en termes de festival, le continent vietnam, surtout l'humour, c'est très court. Moi, je juge personnellement que c'est très pauvre. À Oula, il n'y a pas assez d'événements qui sont organisés, et qui jouent un maximum d'artistes, un maximum d'artistes sur la scène africaine. Donc on s'est dit, il y a de la vision, Inch'Allah, bien sûr, les internationaux de Ouizara, et aussi Jacques Malik Masson. فرحان اني نكون معكم كاملين، مع اسامه، مع امين، اخ صديق حبيب اللي بدينا انا وياه الحلم ديال الثنائي ديال الزكاليفيا، والحلم ديال اننا الرباط، بحكم اننا حنايا ولاد الرباط، لنا في 2014 فين جلسنا، شاف فيا شفت فيا قال لي علاش الرباط ما يكونش عندها المهرجان ديالها ديال الضحك، وكان كانت كلمه وكان حلم ديال الطفوله اللي بشويه بشويه جاو بزاف ديال الحوايج في الطريق ديالنا اللي خلاونا حنا اننا نكملوا في الطريق هذه. وسامة هو كان معنا في صراحه في التجربه من الاول، بحكم اننا كان ديما معنا في البروغراماسيون ارتستيك، وشاف معنا كيفاش كان التطور كيفاش كانت الامور. وصلنا اليوم على انه نكونوا قدامكم باش نقولوا لكم ان الرباط حتى المهرجان ديال الضحك وغتستقبل الفنانه الكوميديين اللي كاينين في المغرب باش انهم يمثلوا هاد المهرجان هذا. كونفيرونس دو بريس ديال الفيستيفال ديال اجيت هضم في النسخه السادسه ديالو، كيف ما لاحظتوا كاملين هضرنا على المهرجان، وانا كنحس براسي ابن المهرجان، لان بديت من اول نسخه مع دو جون اللي كان عندهم واحد الحلم وامنوا به، اللي كان في واحد الصال صغيره ديال 300 400 بلاصه، توصل الحمد لله لمسرح محمد الخامس، وكان واعدوا الناس اننا غادي نديروا اللي علينا باش ان شاء الله يضحكوا ويدوزوا معنا وقيته زوينه ان شاء الله. الاسماء اللي غادي تكون في كاين دريسو مهدي، كاين مهدي شهاب، كاين هيثم مفتاح بيان سور لي زانكاليفيا، والاس وزهير زائر اللي غادي يدير سبيكتاكل ديالو. كنظن باللي كاين بلاطو زوين اللي غادي يعجب الناس ان شاء الله. بالنسبه للفيستيفال هذا العام حنا فخورين بزاف، لان الفيستيفال هذا لا سيزيام اديسيون عنده واحد ليديسيون سبيسيال، واحد ليديسيون اللي كانت واحد الافتتاح على الكونتينون افريكا، غادي يحضروا معنا هذه المره في الكالا كاع لي ستار افريكان ديال الماروك، سي ان بريفيليج، حنايا فخورين بهذه القضيه هذه. بيان سور لو فيستيفال في هذه ليديسيون هذه دخل دون لو كادر ديال الاحتفالات الرباط العاصمه، عاصمه الثقافه الافريقيه، وبيان سور هادشي كامل تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله منصور. اذا هذه مسؤوليه كبيره اننا نشرفوا الثقافه المغربيه لو كونتينون افريكان، ومسؤوليه اوسي على اننا نكبروا واحد الفيستيفال اللي كان هو حلم من الصغر، كان حلم ديال لي زكريا، تحبس في الوقيته ديال الكوفيد مالوغوزمون، كما كيعرف الجميع الظروف صعيبه بزاف، وسيرتو على لارتيست ماروكان، سيرتو على الفنان المغربي اللي زعما ما نكذبوش كلينا الاعصاب بواحد الطريقه انكرويب. دونك حنا فرحانين بزاف، سي لو غوتور، هذا لو غوتور ديال الفيستيفال. اللي نقدر نقول لكم هو انه
في الندوة كما قلت في الندوة الصحفية احنا محتاجين بزاف للدعم ديال الصحافة، وان الصحافة هي عندها واحد مسؤولية كبيرة باش انها توعي الناس، توعي الناس على يكون عندها واحد توجه ثقافي باش ان الناس تعطيو القيمة اللي خصها تعطى الثقافة المغربية والثقافة الإفريقية. هذا الشيء علاش هذا الفيستيفال هذا كاين، هذا الشيء علاش لي زاكاريفيا تيناضلوا، ونتمنى اوسي في هذا رمضان هذا يكون حضور كبير، حيت رمضان لي زاكتيفيتي كولتوريل الثقافة ديال مانيغ جينيرال كتاكل العصا، الناس راه كتعرف تيتقلوا هكا التلفازه، دونك تيكون واحد العكس، تيكون واحد لا نونشالونس، الناس ما مهتميش بزاف. دونك حنايا تنجيو مره اخرى باش نبينوا ان الثقافه ما كتموتش في رمضان، ان لي زاكاريفيا ما تيموتوش ولا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه من المسرح الحي، من لو كونتاكت مع لو بوبليك، حتى شي حاجه من 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 التجمعات من المهرجانات ما كتموت. اوني لا اون ريستورا توجور ايسي، وتنشكركم على الحضور ديالكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.